أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نقوم بتطبيق حصة التلاوة والتجويد للإدغام الشفوي، ومثال ذلك ما نبدأ به من أمثلة يتعرف بها الطالب على الفرق بين الميم الساكنة والميم المتحركة، ثم يتعرف كذلك على بعض المعاني والمصطلحات الواردة في سورة الحديد التي سيطبق من خلالها التلاوة والتجويد الخاصة في الإدغام الشفوي والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. أما هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتعرف إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي يعد من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين، وكان له دور كبير في الدعوة إلى الإسلام. سوف نتعرف إلى اللقب الخاص به، وأنه أحد كتاب الوحي وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وخلال هذه الحصة سنتعرف إلى صاحب الهجرتين الذي أطلق كلقب على عدد من الصحابة الكرام الذين هاجروا في عهد سيدنا رسول الله. سوف يتعرف الطالب في هذه الحصة إلى إسلام وهجرة سيدنا عثمان في الجاهلية، إذ إنها سادة قريش والأغنياء وصديقاً مقرباً لسيدنا أبي بكر الصديق. ثم سيتعرف إلى صفاته، فمنها الحياء والعطاء، وكذلك سيتعرف الطالب إلى خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأهمية الجهاد في سبيل الله ونسخ المصحف الشريف، وكذلك توسيع المسجد النبوي. ومن الأمور المهمة التي شهدتها خلافة سيدنا عثمان بن عفان الفتوحات الإسلامية العديدة، ومنها فتح جزيرة قبرص في أوروبا وأذربيجان وأرمينيا، وكذلك مصر وتونس في إفريقيا. هذا بالإضافة إلى أن الطالب في نهاية هذه الحصة سيقوم بحل أسئلة اختبار المعلومات ليتأكد ويتوثق من حل الأسئلة الخاص به، ثم ينتقل بسلاسة إلى تنظيم التعلم من خلال صورة مبرمجة يعكس كل ما تعرف إليه الطالب عن عثمان بن عفان: إسلامه، لقبه، عمله، صفاته، وكذلك مواقف مشرفة له ووفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.